يمكن نادي يوفنتوس نجح انه يخطف انظار الجميع بالمونديال خلال اليومين اللي فاتوا لاكثر من سبب، يمكن اهمها انه كل التقارير اللي جايه من هناك بتاكد انه بكره 7/7 الساعه 7 حيعلن النادي عن التعاقد مع اشهر لاعب ارتدى رقم 7 عبر التاريخ وهو النجم كريستيانو رونالدو، وده بعد ما خفضت إدارة نادي ريال مدريد قيمة الشرط الجزائي بعقد رونالدو من 1 مليار يورو إلى 120 مليون يورو بس، بإشارة واضحة لرغبتها في التخلص من اللاعب. تمام، يعني شايفين أن طبعاً صحيفة آس الأسبانية أكدت موافقة رونالدو على الانضمام لليوفي بمقابل 30 مليون يورو سنوياً. العقد مدته 4 سنين، والعقد كمان بنص على تحمل النادي الإيطالي لقيمة إيجار الفيلا اللي هيسكن فيها رونالدو. ما شاء الله، بكم بقى الفيلا دي؟ ب 400,000 يورو في طبعاً في الشهر، مبلغ كبير جداً، يعني حوالي 5 مليون على 30، حوالي 35. كريستيانو رونالدو خلال مشواره مع ريال مدريد خاض 438 مباراة، سجل خلالهم 450 هدف،